مساء الخير واهلا بكم معانا وحلقه جديده وانبوكس في الكبسوله، واللي طبعا بيكون متواجد فيها معانا دكتور باهر السعيد، واللي بيكلمنا عن كل حاجه بتخص الصيدليه والادويه. دكتور باهر برحب بك معانا. اهلا بك يا فاروق. اهلا يا مرحبا. ازيك يا دكتور؟ ايه الاخبار؟ كل سنه وانت طيب. كل سنه وانت طيب يا رب. وانت طيب يا رب. شم نسيم سعيده ان شاء الله في مسابق. ايوه يا رب. النهارده ان شاء الله حلقتنا هتكون مخصصه عن شم النسيم في ظروف برضو اجواء الكورونا والاقاويل على الفسيخ والحاجات دي كلها، ولكن في البدايه ناخد نصايح في الكبسوله. نصايح في الكبسوله. طبعا احنا داخلين على شم النسيم، بس برضو بنستعد لرمضان بعد كام يوم. صح. فاحنا قدامنا 3 4 ايام كده ويبدا رمضان. كل سنه وانتم طيبين يا رب. طيب. يتقبل منا صيامنا يا رب ويزيح عننا غمه كورونا دي ان شاء الله. بما ان رمضان لسه عليه ايام، دلوقتي اكتر حاجه بنعاني منها اول ايام رمضان بيبقى الصداع. الصداع بتاع اول ايام رمضان بيبقى عاده بسبب صداع الاقلاع او الامتناع عن المنبهات والسجاير. فدلوقتي المفروض تبدأ تقلل خالص شرب القهوة والشاي والمنبهات عشان تعود نفسك من دلوقتي على الأقل خالص تخلي تناول الحاجات دي يبقى بالليل، ما يبقاش بالنهار زي رمضان. من دلوقتي تخفف، لأن في ناس بتشرب الحاجات دي بشراهة، فدول بيعانوا أول أيام رمضان بصداع رهيب جدا، ما يعرفوش أصلا يستمتعوا بالجو الرمضاني بسبب الصداع ده. وبرضو الناس اللي بتشرب سجاير تبدأ بقى تخفف دلوقتي. احنا أصلا مفروض تبطل سجاير خالص عشان خاطر كورونا، بس برضو لو لسه بتشرب سجاير الأيام دي هي الوقت المناسب انك تبدأ تقلل من السجاير، من مشروبات المنبهات بصفة عامة. طبيعي أصلا حتى المفروض تقلل خالص المنبهات حتى في الصيام بالليل، لأن شرب المنبهات اللي فيها كافيين زيادة ده هيعطشك اصلا تاني يوم في لانها حاجات مدره للبول في الاساس. فعشان تستمتعوا بصيام او تستمتعوا بروحانيات رمضان، دلوقتي الوقت المناسب لبدء التقليل خالص من المنبهات. حلو. تاني حاجه برضو حاجه مرتبطه برمضان، احنا الحلقه بتاعتنا النهارده الحد، فالمفروض اول سحور احتمال يبقى الاربعاء الخميس، واحتمال يبقى الخميس. فاحنا هنقول مشروب كده سحري، مشروب جميل جدا هيديلكم طاقه في اول سحور رمضان، وممكن كل يوم سحور تستعملوه عادي. مشروب هيزود مناعتكم وفي نفس الوقت هيدي احساس بالشبع، وفي نفس الوقت هيقلل العطش طول فتره الصيام. لو جبنا 3 تمرات مع ثمرة موز كاملة يبقى 3 تمرات وموزة كاملة ونص كوباية لبن ومعلقتين شوفان وعملناهم كده في خلاط، وهيبقى المفروض مشروب متماسك كده تقيل شوية، بس مشروب سحري. يعني هو لوحده كده مع كوباية زبادي يبقى كده خلاص سحور متكامل، هيدي لك احساس بال يعني مش هتعطش تاني يوم، وفي نفس الوقت هيدي لك احساس بالشبع. وجبه متكامله وكلها حاجات فيتامينات متكامله هتديك غذاء كامل وهتديك مناعه كامله كمان. فده المشروب السحري للسحور. تاني يا دكتور. 3 تمرات مع موزه كامله مع نص كوبايه لبن مع معلقتين كبار شوفان، ومعاهم بقى بعد ما تشرب المشروب ده كوبايه زبادي. على فكره الزبادي احنا كل رمضان بنقعد نقول زبادي. لا، السنه دي بقى بالذات الزبادي ده اهم حاجه، لانها بكتيريا نافعه وحاجه بتزود الجهاز المناعي بطريقه كبيره جدا. يعني اذا كنا بنقول على الزبادي ان هو مفيد قيراط قبل كده، ده هو دلوقتي 24 قيراط، يبقى هو ده الوجبه الرئيسيه عندنا. ثالث حاجه، احنا كنا قلنا الحلقه اللي فاتت ان الصيام مفيد للجهاز المناعي، حاجة بتزود المناعة وبتزود بتجدد خلايا الجسم. لا، احنا النهاردة برضو هنقول فايدة جديدة جدا للصيام، او فايدة مهمة جدا للصيام. الصيام يكافح الشيخوخة وعلامات السن، مفيد لجمال البشرة، بيساعد على التئام الجروح. في ابحاث قالت ان الصيام مرتبط بشكل كبير جدا بقصة شيخوخة الجلد، أن هو بيقلل شيخوخة الجلد، لأن في ارتباط بين تقليل الشيخوخة وتقليل السعرات الحرارية. في دراسة نشرت أكدت على الكلام ده، غير كمان أن المفروض
عشان هو بيساعد على زيادة المناعة في الجسم كله، زي ما قلنا الحلقة اللي فاتت، ده برضو مرتبط بأن هو مكافح للشيخوخة. غير ان في دراسة في 2019 وبرضو واحدة في 2011 على فئران التجارب، لقوا ان هم لما صوموا الفئران التجارب وقللوا السعرات الحرارية، برضو ده ساعد بشكل كبير جدا في التئام الجروح. فالصيام مفيد في صحة البشرة، مفيد في تقليل علامات السن، مفيد لتجديد الخلايا بصفة عامة، مفيد جدا جدا لزيادة المناعة بطريقة كبيرة جدا، كمان بيفيد في التئام الجروح. فمقولة صوم وتصحه هي فعلا مع التغذية السليمة طبعا في فترة الفطار، لان في ناس ممكن تصوم على طول. لا لا مش كده، احنا صحي. بنتكلم على الصيام المتقطع بالزبط. اللي هو فكرة الصيام المتقطع اللي احنا لما بنطبقها لما نعوز نخس او نعوز نزود معدلات الحرق في جسمنا، الصيام بتاعنا ده قريب خالص من الصيام المتقطع. بس بقى الفترة بتاعة الفطار يبقى الاكل المغذي، الحاجة اللي هي كلها فيتامينات، الاكل الصحي، مش الاكل اللي كله دهون وكله سكريات في الفاضي. لا، اهتموا بس في فترة الفطار، واحنا هنركز ده في حلقات في الكبسولة في رمضان ان شاء الله، نركز في الحاجات المفيدة ان شاء الله. رابع حاجة برضو في رمضان، احنا 3 4 ايام ورمضان يبدأ، في فئات لازم تروح للدكتور الايام دي، حتى لو في حظر ومفيش دكاترة فاتحة، لو يتواصلوا معهم حتى من خلال الاونلاين. الفئات اللي لازم يطمنوا على نفسهم قبل دخول رمضان هم مرضى الكبد، مرضى السكر، مرضى الصرع، مرضى ارتفاع ضغط الدم، الحوامل والمرضعات. الخمس فئات دولا لازم يتواصلوا مع الطبيب بتاعهم عن طريق اونلاين، عن طريق التليفون، عن طريق لو هو يقدروا يروحوا للطبيب. لازم ليه بقى؟ الفئات دي الطبيب بتاعهم هو اللي هيقرر هل هيصوموا اصلا ولا لا. هو هيقول لهم يا تصوموا او ما تصوموش وتلتزم باللي الطبيب قايله. الطبيب بتاعك بتاع الفئات دي هيحدد لهم النظام الغذائي بتاعهم في رمضان، تمام، هيظبط لهم الجرعات بتاعتهم لو سمح لهم ان هم يصوموا. ربنا سبحانه وتعالى بيدلنا رخص، فهو لو الطبيب ادالك رخصة الفطار ما تجائرش، يعني خلاص افطر صحتك، افطر. يعني هو ربنا سبحانه وتعالى بيحب ان احنا نلتزم برخصه حتى. فانت التزم بالطبيب. طب خلاص الطبيب سمح لك انك تصوم، من خلال زيارتك للطبيب هيظبط الجرعات بتاع الدواء بتاعك، هيقول لك عن النظام الغذائي بتاعك، هيقول لك نصايح مرتبطة بامتى تلجأ له او امتى تفطر، ما تكملش صيامك. ضروري جدا جدا متابعة. جدا الايام دي تتواصل مع الطبيب بتاعك. الفترات الصيام طويله، وغير كده كمان احنا السنه دي غير كل سنه، احنا السنه دي في قصه كورونا دي، فاحنا عايزين نلتزم صحيا بكل حاجه، نامن نفسنا كويس. فحتى المرضى دول احنا عارفين ان دول اخطر ناس ممكن يصابوا بكورونا، ضغط وسكر، امراض المزمنه. فالناس دي حتى لو كان مسموح ليهم بالصيام في السنين اللي فاتت، دلوقتي الوضع مختلف. ممكن الطبيب يقول لك لا احنا خايفين عليك، بلاش تفطر، بلاش تصوم. فمعلش الايام دي تواصلوا مع الطبيب، وانا شايف ان معظم الاطباء حتى اللي قافلين عياداتهم بيتواصلوا مع الناس اونلاين، فده شيء جميل جدا ومحترم. فتواصلوا مع الاطباء بتوعكم معلش عشان خاطرنا. خامس حاجة بقى تبقى مرتبطة بكورونا. احنا من يوم موضوع كورونا ده ما بدأ وكلها اجتهادات هو بيسبب الوفاة ازاي، فآخر حاجة دلوقتي ورقة بحثية أمريكية ألمانية بريطانية مشتركة بين التلاتة، قالت ان الكورونا بيقتل ضحاياه مش عن طريق ان هو بيهاجم الرئة بشكل مباشر، لا ده هو بيقتل ضحاياه من خلال تأثيره المباشر على كريات الدم الحمراء، مش عن طريق الرئة بشكل مباشر. ومن خلال الكلام بيحدث تغلطات. بالظبط كده. ازاي بقى الكلام ده؟ ان هو الطريقة المفروض احنا عارفين ان كريات الدم الحمراء او الدم هو اللي بينقل الاكسجين لخلايا الجسم، وبياخد ثاني اكسيد الكربون للرئة عشان خاطر ان هو الرئة تخرجها برا الجسم. فالدراسة بتقول ان كورونا بيهاجم سلسلة بيتا 1 اللي موجودة في خلايا الدم الحمراء، فبالتالي بيمنع قصة نقل الأكسجين لخلايا الجسم خاصة في الرئة، فده اللي بيسبب الوفاة وبيعمل جلطات وبيعمل القصة دي كلها. المفروض الفيروس كورونا لما بيهاجم بيتا 1
بيسحب بروتين الهيموجلوبين اللي هو وبالتالي بيقلل التمثيل الغذائي لبروتين الدم، فبيسبب نقص الأكسجين في الخلايا نفسها. ده طبعا غير مفاهيم كتير جدا. دلوقتي برضو حاجة زي كده بتخلينا كمان الناس اللي عندهم مشاكل في الأنيميا أو نقص الهيموجلوبين لازم الأيام دي يراعوا من القصة دي، ياخدوا حاجات فيها لاكتوفيرين اللي هو بيزود امتصاص الحديد من خلال المأكولات اللي بناكلها أو من خلال المكملات الغذائية اللي بناخدها. فبنصح أي حد عنده مشكلة في صورة الدم بتاعته، حد عنده أنيميا، حد عنده ضعف في 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 كريات الدم الحمراء بتاعته، أي حاجة في 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 الأنيميا يعني، ياخد أي مستحضر يحتوي على مادة اللاكتوفيرين. اللاكتوفيرين هام جدا لأي حد عنده نقص في الهيموجلوبين، عشان احنا عايزين تقوية للدم أكتر، مع بالإضافة للحاجات اللي قلناها الزنك وفيتامين سي وفيتامين د، يزود معهم كمان اللاكتوفيرين عشان يزود جودة كريات الدم الحمراء بتاعته. عظيم، حلو جدا دكتور. لسه نكمل كلامنا معاك ونتكلم بقى بالأخص عن شم النسيم في ظل أجواء فيروس كورونا، بس هنطلع لفاصل صغير ونرجع نكمل مع دكتور باهر السعيد. جديد ولسه مكملين معاكم إن بوكس في الكبسولة مع دكتور باهر السعيد، وحلقتنا النهاردة مخصصة عن شم النسيم في ظل أجواء الكورونا. دكتور، يمكن الفترة دي أسئلة الناس أو سؤال الناس الأغلب هو ناكل فسيخ ولا لا؟ هو بصرف النظر عن تحفظي أنا شخصيا عن الفسيخ، يعني بنقول من قبل كده لا لا، بس في دعوات أصلا كانت على السوشيال ميديا شفتها، ناس كتير بتدعي ان الفسيخ ده بيقلل فرصة الاصابة بكورونا. طبعا ده كلام فاضي جدا، مفيش حاجة اسمها كده. الفسيخ المفروض حتى لو كان نظيف ومعمول في البيت، معلش انا دلوقتي في احتمال او احتمالية لو واحد في المليون يبقى ملوث او ان هو يعمل لي تسمم غذائي، هل احنا دلوقتي عندنا استعداد ان احنا ندي نعمل ضغط ولود زياده على المستشفيات؟ اكيد مش معقوله طبعا. وبرضه هل عندك استعداد تعمل لود على الجهاز المناعي بتاعك؟ ما تعملوش ضغط على الجهاز المناعي بتاعك دلوقتي، يعني احنا عايزين الجهاز المناعي عشان قصه كبيره، قصه مميته بتاعه كورونا. فمش معقوله هنبهدل الجهاز المناعي بتاعنا او نرهقه بموضوع الفسيخ كمان. فمعلش يعني استحملوا الموضوع يخلص وبعدين ابقوا هاتوا فسيخ، وبعدين لو انتوا يعني نفسكم فيه. انما حتى لو دكتور لو كان فسيخ بيتي، ما انا بقول لك لو في احتماليه واحد في المليون، طبعا لو هو من الشارع ده طبعا انت بتهرج انت، انما في البيت حتى يعني لو في احتماليه واحد في المليون ان يحصل تلوث او يحصل اجهاد للجهاز المناعي، اعتقد انه ملوش لازمه الفتره دي خالص. غير كمان نسبه الاملاح العاليه اللي فيه اللي ممكن تعمل مشاكل في ارتفاع ضغط الدم، مشاكل للحوامل، مشاكل مش عارف يعني، مشاكل لمرضى الكلى، كل الحاجات دي ارهاق لمناعتك ولصحتك ملوش لازمة الفترة دي خالص، واحنا بنتكلم ان احنا عايزين كلها حاجات صحية في صحية وكده. فغير بقى المشاكل الجلدية اللي ممكن يسببها، ده حاجة ممكن تعمل ارتكارية، تعمل حساسية، تعمل تورم في الشفايف، تعمل تلبك معوي، تعمل اضطراب في الجهاز الهضمي، حاجة ممكن تعمل حتى التهابات حول منطقة العين. يعني أضراره دلوقتي كتير. ماشي ناس هتقول لي لا أنا بعمله في البيت نظيف ومش عارف إيه وبتاع، بس برضو هيظل في احتمالية، احتمالية يجي لك نزلة معوية، احتمالية يجي لك مش عارف، في 70 احتمالية. فالوقت ده مش وقت إن احنا نعمل حمل على المستشفيات، لأن معلش يعني التسمم بتاع الفسيخ ده مش هيتعالج في البيت، أكيد محتاج مستشفى. في ناس دلوقتي بتمرض وعندها عمليات وتخايف هتروح مستشفى، هيروحوها عشان الفسيخ. الفسيخ مش هتعالجه بحبايه انتينال، الاسهال بتاع الفسيخ، تسمم الفسيخ، تسمم الفسيخ مش هيتعالج بحبايه مطهر معوي خالص. طب نعرفه ازاي يا دكتور تسمم الفسيخ؟ تسمم الفسيخ المفروض ليه اعراض، اعراض في الجهاز العصبي بصفه عامه. حاجه هو المفروض التسمم الفسيخ او البيتيوليزم اللي بتسببه الكولوستريديوم، المفروض اعراضه بتبقى في الجهاز العصبي بشكل اساسي. اول حاجه ان هو بيعمل شلل في العضلات اللي بتغذيها، المفروض بيعمل شلل في العضلات لانه بيهاجم الجهاز العصبي بشكل خاص. العضلات نفسها بتاع العين كمان بيشتغل عليها فبيعمل زغلله، بيعمل كمان تهتهه،
بيعمل عضلات الأطراف بتحس كده بتنميل فيها، عضلات التنفس، وده أسوأ حاجة بقى إن هو بيأثر على نفسك، مش قادر تاخد نفسك. غير كده كمان المفروض الأعراض بتاعته على فكرة بتظهر من أعراض التسمم بتاع الفسيخ، بتظهر من بعد 8 ل 36 ساعة من حدوث التسمم. المفروض أنت ما بتاخدش في حالات تسمم الفسيخ ما بتاخدش علاج كده من تلقاء نفسك، هو علاجه مش مطهرات معوية ولا الكلام ده كله، ده هو علاجه ترياء أو مصل بيؤخذ في المستشفى، فالناس خايفة تروح المستشفيات، فأنت هتعرض نفسك للقصة دي إزاي؟ طبعا الأفضل في حالات الإسهال والتسمم الناتج عن الفسيخ إن أنت ما تاخدش دواء إسهال، ما توقفش الإسهال، لأن المفروض الإسهال بيطرد بيطهر، ما ينفعش تاخد حاجة الإسهال خالص. يعني يمكن لما تاخد حاجة الإسهال الموضوع بيسوء أكتر. موضوع قرار إنك تاخد مطهر معوي ده الطبيب هو اللي بيحدده، إذا كان شايف إن في حاجة بكتيرية كمان محتاجة مطهر معوي. حالات التسمم الغذائي بالفسيخ أنا بنصح الناس دايما لو جالك القصة دي ما تاخدش حاجة للإسهال، اشرب سوائل كتير زي مثلا عصير فاكهة، مية، عشان حاجات تزود تعوض الكربوهيدرات اللي نازلة منك. ممنوع طبعا الكافيين نهائي في حالات تسمم الفسيخ لأنه هيهيج المعدة أكتر. وبرضو المفروض لو عايز مشروبات ممكن نعناع، بابونج، الحاجات اللي هي الكاموميل، يعني الحاجات اللي هتهدي معدتك. ممنوع طبعا منعا باتا المشروبات الغازية في حالات تسمم الفسيخ. المفروض لغاية ما توصل بقى للمستشفى الحاجة الوحيدة اللي ممكن تاخدها ممكن حاجة للتقلصات، حقنة للتقلصات مثلا بتاع ده اللي ممكن تاخده، إنما أدوية إسهال في حالات تسمم الفسيخ لا تؤخذ إلا بإشراف الطبيب لأنها ممكن تزود الأمر سوءا. وبرضو إحنا في غنى عن الكلام ده كله. طب والليمون يا دكتور؟ ماشي، الليمون والخل والحاجات دي جميلة، بس إحنا بنتكلم في إيه؟ ما هو في ناس تقول طب ما أنا عجيب أنا الفسيخ وأقعد أحط عليه ليمون وخل كتير ومش عارف إيه وبتاع. إحنا بنقول لو في احتمالية 1 في المليون الفترة دي معلش نتجنب، بلاش يعني بلاش نخاطر بنفسنا اليومين دول. واعتقد ان قرارات مجلس الوزراء كانت جميله جدا اللي هي منع المنتزهات والتجمعات، ده شيء احترم جدا. الناس حتى اللي زعلت شويه معلش هو مجلس الوزراء خايف عليكم يعني، صح، هو كله المصلحه، هو ده خايف عليكم يا دكتور. بقى سين بنحتفل ما شاء الله، بس يعني احنا السنه دي بس يعني. لا واحنا احسن من غيرنا، في دول تانية مقفوله العمليه خالص، يعني احنا في متنفس بس برضو لما نقول ان بلاش عشان خاطركم انتم، هم مستفيدين ايه؟ الحكومه مستفيده ايه؟ هي هو عشان خاطرك وبيحافظ عليك انت. طيب دكتور ازاي نعرف انه الفسيخ ده فاسد وايه اصلا اللي بيخليه يبقى مسمم في حالات؟ تمام، هو المفروض اللي يخلي الفسيخ مسمم ان انت ما اخدت فسيخ او جبت فسيخ ما لحقش يتملح كويس. ما تملحش كويس، يعني ما خدش الاسبوعين كاملين عند الفسخاني، فبالتالي خلاص ده اولا. هو ليه اصلا التمليح الزياده فيه؟ المفروض البكتيريا المسممه اللي هي الكوليستريديوم دي ما بتعيش في وسط ملحي، ما بتعيش في وسط برضو حامضي. فالمفروض هو في فرق بين التخمر والتعفن. التخمر اللي بتعمله البكتيريا النافعه، هي المفروض انت لما بتعمل طريقه عمل الفسيخ نفسها دي في بكتيريا نافعه هي المفروض اللي بتعمل التخمر بتاع الفسيخ وبتسيطر على الارض بتاع الفسيخ دي، فده بيمنع نزول البكتيريا اللي هي الضاره. البكتيريا الضاره دي عشان تنمو المفروض الوسط ما يبقاش ملحي قوي، انما البكتيريا النافعه بتستحمل الملح الزياده. فالفكره بقى ان لو الفسيخه دي الملح ما كانش محطوط او مسيطر على الوضع كله، الفسيخه مش مملحه كويس، هيبقى في فرصه ان العفن بقى يحصل مش التخمر. التخمر حاجه كويسه. انت خوفتني يا دكتور، انا اول مره اعرف. لا ده لا الموضوع يعني احنا بنخمره مش بنعفنه. لا هو المفروض بيتخمر، لو التخمر ده الطريقه بتاعته ما كانتش سليمه ده بيبقى بيحصل التعفن اللي هي اللي بتقوم بيه البكتيريا الضاره. بصي البكتيريا الضاره دي المفروض في الفسيخ يعني عشان يحصل ويحصل عفن التعفن ده ان الوسط اللي موجود فيه الفسيخ ما يبقاش حامضي وما يبقاش فيه الملح فيه زياده. عشان كده دايما يقول لك
يتملح كويس يقعد اسبوعين، بس برضو بيفضل المشكله برضو ان طريقه الحفظ نفسها ممكن ما تبقاش كويسة. المفروض البكتيريا دي على فكرة عايشة في اللي هي الكوليستريديوم دي بتبقى عايشة في التربة، بتتنقل عن طريق التربة عن طريق الهواء. البكتيريا اللي هي الضارة دي الكوليستريديوم المفروض بقى في ناس بتفضل يعني محتفظة بالفسيخ فترات طويلة، فبيبقى سهل جدا إصابة السمكة بالعفن. عشان كده احنا بنقول بلاش شراء الفسيخ من مناطق غير معلومة. انت مش ضامن، انت مش ضامن ان هو يكون عامل كل الاجراءات الصحيه ان بحيث ان هو ما يعفنش. فعشان كده الموضوع خطر جدا يعني. طب وحتى لو عاملينه في البيت نلتزم بالاسبوعين دول مش اكتر؟ المفروض لو اكتر من اسبوعين ماشي، بس المهم نضمن ان ما حصلوش تعفن. على فكره هي طب هي نعرف ازاي؟ معلش يا دكتور، ما هو في الاخر ريحه واحده يعني. لا في علامات، في علامات، في علامات هقول لك، في علامات، في علامات للفسيخ اللي هو الكويس والمش كويس. اولا الكويس اللي هو الفسيخ اللي ما حصلوش تعفن، المفروض البطن ما بتبقاش منفوخه، ما بيبقاش ريحتها كريهه. على فكره والدتك ووالدتي ممكن من الريحه تعرف على طول، هم اساتذه في الحاجات دي. تمام. السمك اللحمه بتاعته بتبقى متماسكه، مش سايبه كده، مش طري. كمان القشر بتاعه بيبقى لامع، العين نفسها بتبقى فيها اللمعة. تمام. لون الخياشيم احمر او وردي. اللي هو بقى بايظ اللي فيه عفن المفروض بتبقى طرية قوي، بيبقى برضو فيه بقع زرقاء فعلا. بيبقى كمان الريحة نفاذة طبعا، الجلد نفسه مقشر كده، مش يعني بيبقى طري سايب كده من بعضه. هو ده الفرق بين الاثنين. المفروض غسيله برضو لازم ننصح الناس دايما، حكاية الغسيل بالليمون والخل ده حاجة هامة جدا، عشان حتى يمص الملح اللي فيه. الفسيخ بيبقى فيه مثلا 17% من وزنه ملح، يعني قنبلة موقوتة لمرضى الضغط والكلى والناس دي. فعلى الأقل لازم نغسله كويس بالليمون والخل كتير جدا عشان نقلل القصة دي. وبرضو مش ده مش معناه ان مريض الضغط والكلى ياكل فسيخ بعد ما يحط عليه ليمون. والله انا شايف ان ما ياكلش خالص اليومين دول خالص ولا حتى دلع. يعني انا شايف ان الايام دي برضو احنا في وضع دلوقتي مش مستاهل المخاطره. صح. طيب دكتور، يعني بمناسبه حضرتك ذكرت مرضى الضغط والسكر والكلام ده، مين تاني برضو ممنوعين من اكل الفسيخ؟ اول حاجه مرضى القلب. مرضى القلب المفروض الاملاح الموجوده في الفسيخ هترفع لهم ضغط الدم، فبالتالي فرص الإصابة أو فرص إن هي حالتهم الصحية تتدهور عالية جدا، فبلاش مرضى القلب خالص. مرضى الكلى عشان زيادة الأملاح في الفسيخ والرنجة هترهق عمل الكلى أكتر. مرضى الكبد، الفسيخ ممكن يزود السموم والدهون اللي في الكبد فهيزود التليف بتاع الكبد. رابع حد مرضى الضغط اللي احنا قلناهم، الحوامل. يعني انا واحده حامل، انت هتعرضي نفسك لارتفاع ضغط الدم ليه يعني؟ فده طبعا لود برضو على الحوامل، فبلاش الحوامل. مرضى حسيت الصدر على فكره، يعني احنا دلوقتي مرضى حسيت الصدر دايما من اكتر الناس اللي احنا خايفين عليهم في موضوع كورونا. فبرضو الفسيخ مش حاجه مستحبه ليهم، يعني ممكن يزود نوبات الحساسيه عندهم. فبلاش فسيخ لمرضى حسيت الصدر. تمام. الاطفال طبعا عشان مناعتهم كده كده ضعيفه، فمش معقوله هتاكلوهم فسيخ ممكن مناعتهم ما تقدرش تتصدى للميكروبات اللي موجوده في الفسيخ. كده كده هو انت بتاكل الحاجات مليانه ميكروبات يعني. فبلاش للاطفال. طبعا مرضى السرطان، هي الاسماك الزيتيه بصفه عامه، الاسماك الزيتيه بصفه عامه المفروض بتقلل التاثير العلاج الكيماوي. فالاسماك الزيتيه لمرضى السرطان دايما برضو مش مستحبه. ولا رنجة بقى ولا فسيخ. طيب دكتور، ناخد رسائل من اللي جات لنا. طبعا اكتر الاسئله على الفسيخ واحنا تقريبا جاوبنا جزء كبير منها. في سؤال عن بقى الرنجه، اكل الرنجه غلط ولا لا عشان كورونا؟ ما هي الرنجه، هي الفكره برضو في الـ في الـ في الـ هي الرنجه بصفه عامه امن من الفسيخ. يعني انها بتتعرض لنار افيد كمان. افيد من الفسيخ. حتى الرنجه في مليانه اوميجا 3 اصلا. فيها فيتامينات ومعادن كتيره، هي مفيده صحيا يعني الرنجه. بس برضو اهم حاجه نقلل الملوحه اللي فيها، عشان نفس الفكره ان احنا ما نرفعش الضغط، ما نعملش لود على الكلى. انما هي عاده طريقه عملها امن بكتير من الفسيخ. طيب عظيم جدا. كمان معانا رساله من محمد محجوب بيقول:
عايز أي مسكن قوي لآلام التهاب العظام الشديدة والغضروف، ويصلح لرمضان نظرا لطول فترة الصيام. هقول لك في حاجة اسمها نبروفين 500 أو نبروسين 500. المادة دي بالذات بتفضل تأثيرها 12 ساعة كامتداد المفعول. فأعتقد أن هي مناسبة جدا، بس أهم حاجة برضو زيها زي أي مسكن ما يكونش فيه مشاكل في قرحة المعدة والإثنى عشر والتهابات المعدة، أو ممكن تاخد بنادول جوينت. بنادول جوينت برضو تركيزه عالي، ما فيهوش كافيين كمان. بنادول جوينت ميزته كمان أنه ما بيأثرش على المعدة خالص، ما فيش مشكلة. بس النبروفين من أكتر الحاجات اللي بتفضل وقت طويل في الجسم. تمام. في رسالة تانية بتقول: لو سمحت يا دكتور، أفضل مكمل فيتامينات للإرهاق والإجهاد اللي بيحصل في الصيام؟ غذاء ملكات النحل طبعا. في كومباينيشن بين غذاء ملكات النحل والجينسنج والجينكو بلوبا، ده بيزود التركيز، بيدي باور جامدة جدا. بس لو هو مريض ضغط بلاش الكومباينيشن ده. الكومباينيشن ده موجود في حاجه اسمها جينكو فيت، موجود في تريني تريكس. لو عندك مشكله في الضغط يبقى خليك في غذاء ملكات النحل بس بيور. اي ريال جيلي بقى موجود في السوق بتركيز 1000 بيدي باور جامد في الصيام. حلو. طيب كمان في رساله معانا، حد بيقول: يا دكتور، جوزي عنده الفقره الخامسه والاولى، والدكتور كتب له علاج للاعصاب من ساعه ما اخده، وهو تعبان جدا وبيشتكي من ضيق في التنفس لدرجه انه بيصحى من النوم منه وألم في صدره ومعدته، وكمان لف على الدكاترة وعمل أشعة وتحاليل ومفيش حاجة، بس هو تعبان وفي غربة. ممكن حضرتك تفيدنا؟ لا، هو ممكن يكون تحسس من الدواء ده نفسه. أي دواء في الدنيا أعراض التحسس منه واردة جدا. يعني أول حاجة دايما في الآثار الجانبية بتاع أي دواء، أي دواء تلاقي الحساسية من المادة، من المكونات. فدي ممكن يكون هو تحسس من المادة دي. فطبعا هو ما قالتش اسم المادة ايه. فالافضل ان هو يوقفه ويرجع للطبيب ان هو يغير له مادة تانية، لان 90% هيبقى كده. يعني هيبقى الدواء ده نفسه من المادة نفسها. على في فكرة حاجة بتكتشف ان في عندي حساسية من المادة الفعالة دي ولا لا؟ يعني في تيست بيتعمل؟ لا، اصل بص، مش معقولة كل دواء هتعمل له تيست. بس هو الفكرة كلها انا جالي اعراض خلاص بتوقف عنه والجأ للطبيب يغيره لحاجة تانية. في ناس بقى ظريف، ان في ناس تقول ايه: لا، الدواء ده فلانة أخدته جميل جدا، خلاص أخده. ده فاهم؟ طيب هو ماشي، هي ما تحسستش منه أو جسمها تقبله، مش شرط إن هو يجيب معاك أنت نتيجة. فعشان كده دايما ما تحبش حتة التجارب. تجارتي جربت كذا وجميل جدا أجيبه بقى وعمل. أجسامنا كلها مختلفة عن بعض. طيب، رسالة كمان: ايه هي المشروبات المستحبة بعد اكلة الفسيخ الخاصة بالكلى؟ لان دايما بيجي لي التهابات في الكلى وعايزة علاج لالتهابات العظام. لا، ما هو التهابات الكلى دي بلاش فسيخ. يعني ليه كده؟ انت عندك مشكلة في الكلى بلاش كلى، بلاش فسيخ. بس على العموم احنا المشروبات بصفة عامة بتاعت اللي بعد الفسيخ، ان احنا ناخد الحاجات زي النعناع، زي الكاموميل، زي الحاجات اللي بتهدي المعدة. بلاش مشروبات غازية، بلاش، عشان المشروبات الغازية بتعمل احتباس للسوائل. فاحنا مش ناقصين يعني. الليمون بالنعناع جميل جدا. الحاجات اللي هي الطبيعية دي، ينسون، كلام من ده، الحاجات دي كلها جميلة. وشرب سوائل كتير طبعا، ودايما تغرقي الفسيخ ده بالليمون والخل، ضروري ضروري عشان خاطر تقللي او تمصي الملح اللي فيه. بس فانا نصيحتي تقللي خالص موضوع الفسيخ ده، او بلاش منه خالص، بدل في مشاكل في الكلى. مسكن العظام بالنسبه لمرضى الكلى هي الباراسيتامول، امن حاجه. يعني بنادول جونت اللي احنا قلناه دلوقتي امن لمرضى الكلى. وفي لو يعني ما بيجيبش معاكي، ممكن ماده اللورنكس كام هادية شوية، تركيز 4 ملي، أهدى من المواد التانية. لورنكس كانت 4 ملي جرام مرتين يوميا، أهدى شوية على الكلى من بقية المسكنات. طيب معلش يا دكتور، عشان بس نكون واقعيين كده، في ناس هتلتزم مش هتاكل فسيخ، وفي ناس غصب عنها هي متعودة ان هي في اليوم ده بتاكل فسيخ. فهل في حاجات معينة لو عملناها نقدر ان احنا نكون مطمنين شوية او في امان شوية ولا لا؟ هو طبعا خلاص، احنا في ناس كده كده مهما قلتي انا عارف ان هم هياكلوا، مفيش فايدة يعني لو عملت ايه. بس هو الحل الامثل ان يكون معمول في البيت طبعا، او على الاقل حد يكون موثوق جدا. ده مبدئيا. ونتاكد ان هو اخذ التمليح بتاعه تمام وزي الفل. اعتقد انك لما نقليه في الزيت ده الفسيخ يتقلى يتقلي
ايه المشكله؟ استحاله ما حدش هيعمله كده. بس بص هي الفكره ان الفسيخ المفروض على درجه 100 المفروض بتبقى خلاص ما فيش بقى البكتيريا هتكون ماتت. انا بقول لك ده حل مثالي. تمام. طيب في حاجه تانية، ان احنا لو حطينا ليمون وخل كتير قوي المفروض بنزود الحامضيه، فالكولستيريديوم دي المفروض انت بتتكلم في 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 الـ في الـ في الـ في البكتيريا دي. على فكره هي البكتيريا نفسها مش هي اللي بتسبب الضرر. لا هي بتطلع سم، السم بتاعها ده هو اللي مميت. اللي السم بتاعها ده بيستعمل في الحروب البيولوجيه، البوتوليزم ده اللي احنا بناكله. السم اللي بتطلقه لو هي لو فسيخ متعفن، البكتيريا بتاع الكولوستريديوم دي بتعمل نوع من انواع التسمم اسمه بوتيوليزم. البوتيوليزم ده بيستعمل في الحروب، حاجه خطر جدا، حاجه مميته. يا دكتور خلاص بقى عندنا المناعه دي. برضو احنا عايزين نقول للناس ان برضو ما لازم يتنظف طبعا كويس من الطين اللي في الخياشيم بتاعته. الخبز البلدي على فكره، العيش البلدي حاجه مهمه، لان الرده نفسها بتدي احساس بالشبع، فما حدوش كتير قوي في وكمان غير ان هو بيبقى غنيه بالمعادن والحاجات دي. البقدونس حلو قوي، عظيم. البرتقال جميل. الموز والكنتالوب. كل الحاجات دي فيها بوتاسيوم. تمام. البوتاسيوم اللي فيها بيزود اخراج الملح، فده مهم. احنا عايزين بوتاسيوم عشان نخرج الملح الزياده اللي في الفسيخ. فناكل بقدونس، برتقان، موز، كنتالوب، والحاجات دي موجوده في السوق الايام دي. تمام. ممنوع طبعا شرب المياه الغازيه نهائيا، مش هتاخدي فسيخه وراها لتر بيبسي يعني، مش معقوله، لان ده هيزود احتباس السوائل اكتر، فالدنيا مش ناقصه يعني. الكركديه جميل جدا في الوقت ده، كركديه اللي هو المنقوع، لان احنا عارفين الكركديه بيقلل الضغط شويه، فاحنا نخفف الوضع شويه بالكركديه. الشاي الاخضر، النعناع، الزعتر، القرفه، الحاجات دي جميله جدا في مع الفسيخ، عشان بتطهر المعده من الميكروبات والجراثيم. فعندكم القرفه جميله، النعناع، الزعتر، الشاي الاخضر، الكركديه. افتكروا الحاجات دي هامه جدا اليومين دول يعني، يعني لو هتاكل فسيخ يعني نكتر منهم اللي. بس مش كركديه سخن، مش مغلي ومبعرضه، لا كركديه ننقعه يعني، ننقعه الكركديه من دلوقتي. كركديه اسواني كده جميل يتنقع. يبقى ساقع. تمام. ده جماله. لا بس برضه يا فاروق احنا مش هتاكل كركديه، مش هتشرب كركديه وبعدين تاكل فسيخ براحتك، احنا بنقول خلاص يعني التوازن. لو اضطرينا التوازن. طيب دكتور لسه هنكمل معاك بقيه اسئلتنا طبعا عن يعني كل حاجه بتخص شم النسيم وكمان اكل رنجه والفسيخ، لكن هنطلع لفاصل صغير ولسه مكملين معاكم مع دكتور باهر السعيد وانبوكس في الكبسوله. ورجعنا لكم مره تانية وانبوكس في الكبسوله مع دكتور باهر السعيد، ولسه بنكمل معاه بقيه حلقتنا عن اعياد بقى الربيع وشم النسيم واكل الفسيخ والرنجه. يمكن قبل الفاصل اتكلمنا باستفاضه عن اكل الفسيخ وايه كمان الاضرار الناتجه عن اكل الفسيخ، ودلوقتي يا دكتور هنخش معاك على الرنجه. هل الرنجه برضو مضره؟ الرنجه افيد طبعا من الفسيخ. تمام. بس برضو ان احنا برضو ناخد احتياطاتنا ان هي تكون حاجه سليمه، حاجه من موثوقه او من مصدر موثوق. الرنجه فيها فيتامينات كتير جدا، فيها زيت الاوميجا 3 الهام جدا، فيها معادن بتمد الجسم بفوائد صحيه كتير قوي، بتقوي العظام وبتحسن وظيفه الجهاز الهضمي، مفيد لصحه القلب. على فكره الرنجه بتقلل الكوليسترول. الرنجه حاجه كويسه. حتى كده كده الرنجه، بس عشان برضو نبقى في الامان لازم برضو تتسخن، تتقلي. اعتقد ان الناس كلها بتقلي الرنجه عشان برضو لو في اي ميكروبات تكون اتقتلت فيها. استعمال برضو الليمون والكلام ده هام جدا، والخل. الفسيخ مشكله ان هو يعني يطلق على الفسيخ انه سمك فاسد، يعني هي يطلق عليه كده الفسيخ سمك فاسد، ما نقدرش نقول على الرنجه سمك فاسد. انما الفسيخ سمك فاسد. عشان يتخزن فترات طويله سهل جدا ان هو ينمو فيه الميكروبات. خطر على مرضى الضغط وتصلب الشرايين. الفسيخ ليه اخطار كتيره، انما بعكس الرنجه. الرنجه مفيده، بالعكس مفيده، بتقلل الكوليسترول عشان الاوميجا 3 زايده قوي فيها. لا الرنجة أفيد طبعا. طيب دكتور برضو في شم النسيم في ناس بتكون مهتمة جدا انها تاكل البيض، او بالاخص تقعد تعمل البيض الملون ويفطروا بيه. ايه رأيك في الموضوع ده؟ هل البيض مفيد عامة؟ طب مفيد طبعا. ده كويس. طب بصي انا اقولك يعني ما نخلي الناس كده تعمل ايه، ما انت يعني انتوا خلاص يعني بلاش فسيخ،
ونلون البيض ونقعد كده في البلكونه ما فيش خروجات. طب ما الغدا بقى يا دكتور يعني البيض ده الصبح فيه غدا. الغدا بصي هقول لك فكره لذيذه، لو عندك جنينه حوالين البيت او سطح حتى او بلكونه، طب ما نعمل فرخه مشويه كده ونعزم عليها بعض كده احنا افراد الاسره الواحده، مش مهم سمك يعني. طب مالها الرنجه او رنجه ولا فسيخ ولا رنجه يا دكتور؟ او رنجه رنجة حلو. المهم نحاول نتجنب موضوع الفسيخ ده عشان خاطر بس لو السنة دي بس، السنة الجاية إن شاء الله ما يبقاش فيه أي إن شاء حاجة إن شاء الله الدنيا تمام. البيض هو في جدل طبعا على البيض، في ناس أبحاث تقول لك لا ده البيض ده مفيد جدا، في أبحاث تانية بتزود الكوليسترول ومش عارف إيه، بس يعني هو كل الناس أجمعت إن من 2 لـ 6 بيضات في الأسبوع دي حاجة مفيدة جدا. البيض مليان عناصر غذائية، البروتينات والفوسفوليبيدز اللي فيه حاجة هامة جدا لصحة الجسم كله بصفة عامة. البيض مفيد للشعر، مفيد للبشرة، مفيد للجسم كله. حتة الكوليسترول المفروض لو العدد ده قليل مش هيزود الكوليسترول ولا حاجة يعني. البيض مليان لوتين مفيد لصحة العين، اللوتين حاجة هامة جدا لصحة العين موجود في البيض. الكولين اللي موجود في البيض حاجة مهمة لبناء للخلايا العصبية بصفة عامة، للتركيز بقى والانتباه والكلام ده، بيعزز قوة العضلات كمان عشان البروتينات اللي فيه، حتى واحنا صغيرين كان دايما البيض ده حاجة أساسية. بس في نقطة بقى في البيض برضو، احنا واحنا صغيرين مثلا الكابتن يقول لك اكسر بيضه واشربها وطلع الكلام الفاضي ده غلط جدا. البيض الني بيبقى فيه سالمونيلا بتبقى خطر جدا جدا، ممكن تسبب تسمم غذائي. فلا البيض لازم يبقى ويل دون يعني، ما ينفعش ان هو يبقى ما يبقاش مستوي كويس يعني. لازم يستوي، لازم يستوي عشان البكتيريا، لازم نتاكد ان الخال من السالمون اللي بنعمله ده برضه اعتقد ان هو اظبط حاجه ان هو يبقى مستوي كله. نتاكد تاكد كامل ان السالمونيلا مش موجود فيه سالمونيلا عشان التسمم الغذائي. على فكره هو مفيد كمان للمناعه البيض، بيزود صحه المخ والتركيز زي ما قلنا والانتباه. على فكره مفيد للحوامل برضه في النسبه اللي احنا قلناها دي عشان بيمنع تشوه الاجنه كمان، ومفيد للبشرة زي ما قلنا. المفروض البيضة فيها 186 ميلي جرام كوليسترول. بس من 2 لـ 6 صفار بيض في الأسبوع أو عدد بيضات في الأسبوع مش هيبقى مضر، لأن الفوسفوليبيدز اللي فيه هامة برضو لصحة القلب والكلام ده، ففي توازن يعني. فمش بالخطورة إن الناس متخيلها ولا حاجة. أهم حاجة بلاش إفراط، أي حاجة في الدنيا الإفراط فيها بيقلب لضدها. فمن 2 لـ 6 بيضات في الأسبوع مش 6 بيضات في الوجبة الواحدة. مش ضرة. مش زي أحمد بدير في المسرحية. لا هو من 2 لـ 6 بيضات في الأسبوع كله. كده يبقى احنا في الأمان. طب دكتور دايما يعني الناس بتستنى شم النسيم علشان خاطر تلون البيض. هل في ألوان صحية لتلوين البيض مثلا بالنسبة للأطفال ولا أي ألوان وخلاص؟ هم في زمان كانوا بيعملوه بالبصل تقريبا، بالبصل بالنعناع أعتقد بالكركدي بالشاي. يعني كركدي يخلي اللون مرمر شوية يعني، اللي هي اللي خلينا نجيب يعني. ألوان صناعية ليه؟ بيستسهلوا دلوقتي يا دكتور والله الفلوماستر والكلام. لا يا باشا احنا خلينا في الأمان خالص، في الأمان في الأمان، احنا عايزين كل حاجة في الأمان. مية مية. طيب دكتور برضو نرجع تاني ناخد شوية رسائل معاك، لأن أكيد يعني الناس كلها بتستنى الأسبوع ده حلقة بتاعتك من أسبوع لأسبوع. طيب دكتور حد بيقول، نرمين معنا بتقول يا دكتور الفترة دي أطرافي باردة دايما ورجلي لونها بيميل للأزرق وخصوصا من الأظافر، وإيدي بتنمل على طول غير الهبوط والصداع المستمر، أعمل إيه؟ ده أكيد عدم وصول الدم بالشكل الكافي للأطراف هو اللي بيسبب حاجة زي كده، فلازم تدفي ايديها ورجليها اطرافها كويس حتى لو بميه سخنه او ميه دافيه يعني، بحيث انك حته زرقان الاطراف دي معناها ان الدم مش واصل مش كويس وصل. فالمفروض تاخد حاجه مقوي للاعصاب، فيتامين بي كومبلكس، فيتامين بي سواء حقن بقى زي ليفابيون او نيوروتون، حقن عضل كل 3 ايام او برشام بالفم، في لزقه كده بتتحط على اللسان اسمها ميسايل تكنو، او ممكن اقراص حتى زي مثلا ميلجا اقراص، اي فيتامين بي. وتاخد برضو حاجة لو مش مريض الضغط يعني، الحاجات اللي فيها الجينكو بلوبة زي جينكو فيتا أو ترينيوتريكس أو تيبونينا، الحاجات دي بتوصل الدم كويس للأطراف. لو ما بيجيبوش معاها نتيجة برضو في برشام اسمه ترينتال، بس لازم بإشراف الطبيب بتاعها.
مهم جدا الطبيب، لان يعني بيبقى ليه موانع استعمال، فلازم الطبيب بتاعها هو اللي يقرر كده. ترينتال ده من اكتر الحاجات اللي ممكن توصل الدم للاطراف بس باشراف الطبيب. استعمال برضو الكريمات اللي هي بتزود وصول الدم للاطراف، زي الحاجات اللي هي بتاعه الكدمات اللي احنا عارفينها زي هيموكلور او ريباريل جل، الحاجات دي برضو، او الحاجات اللي فيها الشطه زي الموف مساج، والحاجات اللي هي المساج بتاعنا ده اللي بيوصل الدم للاطراف كويس. فاستعمال الحاجات دي مرتين يوميا هيفرق معاها. تمام. في برضه مسج تانية بتقول محتاجه شامبو لعلاج الشعر المتساقط وفيتامين، انا بستعمل سترونج فيل، في حاجه اقوى؟ في بديل الكومينوموتو حاجه اسمها سيروبايب، سيروبايب ده جميل جدا، سيروبايب المجموعه بتاعته كامله كويسه جدا، او لو مش لاقي سيروبايب ممكن مجموعه هيرمكس، مجموعه توب هير، الحاجات دي بتبقى شامبو مثلا وسبراي للشعر مع بلسم او سيرم للشعر، المجموعه دي ممتازه. او وممكن بقى المالتي فيتامينز حاجه فيها بيوتين، بيوتين المصري خالص، الاسجو بيون مثلا او البيوتين فورت، شريط ب 5 جنيه 6 جنيه، البيوتين على فكره المستورد مئات الجنيهات، لا المصري 5 جنيه 6 جنيه زي الفل، استعماله مره او مرتين في اليوم مع حاجه مالتي فيتامين زي رويال في جي او اوكسي فري، اي حاجه من الحاجات دي مره يوميا فعاله برضو. طيب كمان يا دكتور وسام معانا بتقول يا دكتور معدتي حساسه جدا ومش بتقبل اي ادويه وبرشام خالص، ازاي اعالج الجرثومه والتيفود وهو نوع واحد من الاربعه ونسبته 1/160؟ ده التيفود بقى. ده جرثومه معده. لا هي عندها جرثومه معده، جرثومه وتيفود ولا ايه؟ مش عارف. عندها الاثنين، هي جالها يعني بص اولها خالص هي لقيت نصها تاني. اولها يا دكتور بيقول بالله عليك يا دكتور في جرثومه معده وتيفود وصداع مستمر، وفي كمان نقص في فيتامين د، وبقيتها بقى ومعدتي حساسه جدا ومش بتتقبل البرشام، ازاي اعالج الجرثومه والتيفود؟ طيب بص، هو التيفود بالنسبه للتيفود بدل مش عارفه تبلع برشام، ماده السيفوتاكزيم او السيفاترياكسون، بس لازم يتعمل اختبار حساسيه. دي حقن، ممكن تاخد حقن لمده 5 ايام الصبح وبالليل، بس تعمل اختبار حساسيه. سيفوتاكس مثلا 1 جرام مرتين يوميا، او زوراكسون 1 جرام مرتين يوميا لمده 5 ايام، ده هيظبطوا موضوع التيفود ان شاء الله. كويسين جدا. بالنسبه بقى لموضوع الجرثومه، لو اشربها بقى، لو مش عارفه تبلع برشام خالص، لو اخذت مثلا حاجه زي نانازوكسيد شراب، بس هيبقى بقى 15 سنتي صباحا ومساء لمده اسبوعين شراب، وتاخد معاه حاجه زي داونو برازول 40 كياس كيس على الريق يوميا لمده شهر، وتاخد اعتقد ان هيبقى ده كفايه مع المضاد الحيوي اللي اوريدي اخدته للتيفود اللي هو السيفوتاكزيم، لو اخدته 5 ايام او اسبوع حتى مفيش مشكله، بس اهم حاجه المضاد الحيوي تعمل له اختبار حساسيه الاول. بالنسبه لنقص فيتامين د، حقنه ديفارول كل شهر لمده 3 شهور هتظبط الموضوع بعيد عن الاقراص خالص. حلو جدا دكتور، كل سنه وحضرتك طيب مره تانية، ونثبت بقى شم النسيم ورمضان وكل الاعياد اللي جايه كده، نورتنا جدا وبنشكرك. شكرا يا فاروق. كده خلصت حلقتنا من إن بوكس في الكبسوله، ونشوفكم ان شاء الله الاسبوع اللي جاي على خير، وباي باي.